نشوف لقاء عشان نبتدي نتكلم عن منتخب مصر، مباراته مع اليابان، ايه اللي حصل لما وصلنا وقت اضافي 5 دقايق واول مباراة توصل للوقت الاضافي الاول كان 64-64 قبل ما يحدث الفارق منتخب اليابان. نروح نشوف اللقاء ده وقال ايه محمد اسامة صانع العاب منتخب مصر. مرة أخرى برحب بيك زميلي محمد سباعي، برحب بضيوفك الكرام ومشاهدينا الكرام. وانتهت مباراة مصر ومباراة اليابان بفوز اليابان على مصر ب 76-73. نجم النجوم وأرجل رجالة منتخبنا الوطني محمد أسامة لاعب منتخبنا الوطني، محمد يعني أولا بنشكركم على الأداء، لعبتوا وقت مستقطع، قدرتوا يعني بصراحة الجمهور مستمتع رغم الخسارة، لكن الجمهور مستمتع. والله الحمد لله على كل حاجة، يعني كان نفسنا نكسب النهارده، لو كنا كسبنا النهارده كنا هنحقق تارجت جديد وهنخش تاريخ ان ما حدش حقق المركز العاشر او التاسع. كان نفسنا نعمل كده بعد ما خرجنا من دور الثمانيه، بس الحمد لله يعني بشكر كل اللعيبه، النهارده كنا رجاله، شويه غلطات بس الحمد لله عوضنا يعني، وربنا يسهل ان شاء الله نقدر نحصل على المركز ال 11 او ال 12. محمد اسامه وجودك في الملعب بيدي اطمئنينه للمدير الفني وايضا للاعبين، منتهى الامانه انت يعني في اخر لحظات الوقت اللي تعادلتوا فيه احساسكم ايه؟ الماتش راح، كنت بتقول لعيبه ايه؟ الماتش طبعا لسه ما راحش، الماتش بيخلص لما الحكم يصفر، احنا بنلعب لغايه اخر ثانيه والحمد لله قدرنا، كانوا فرق عننا 3-4 بونت في الاخر، بس الحمد لله قدرنا نرجع تاني. بس طبعا بقى يعني الاجسام واللياقه البدنيه بتفرق، فهم يعني عرفوا يكسبوها في الشوط في الاكس. انا شايفك حزين لكن ما تحزنش، بمنتهى الامانه انت من احسن لاعبي البطوله، على يعني كله بيشيد بمحمد اسامه. الحمد لله الحمد لله، بس يعني طبعا كان نفسي اكسب النهارده، كان نفسي نكسب الارجنتين دور الثمانيه، كان نفسي نعمل حاجه نفرح الناس اللي تيجي تتفرج علينا دي، بس الحمد لله يعني انا بشكر كل الجماهير اللي تيجي تساندنا وان شاء الله نقدر نكسب بكره ان شاء الله. اقول لك بقى حاجات تفرحك بقى، انت جاي لك عروض فعلا من الخارج، هناك عروض لمحمد اسامه من الخارج للان بي اي مره واحده، هناك بعض الوكلاء الموجودون حاليا داخل استاد القاهره وصالات استاد القاهره معجبين محمد قوي واهتمام محمد بالان بي اي، هل دي امنيه حياتك يا محمد؟ اكيد طبعا، نفسي اسافر بره اكمل دراسه واكمل باسكت بره، طبعا مستويات غير هنا خالص، بس انا اهم حاجه بالنسبه لي يعني مع المنتخب، يعني نفسي نعمل حاجه جديده، العروض بقى والحاجات دي اخر حاجه انا بفكر فيها، مهم بس نكسب ويبقى شكلها مشرف ونقدر نشرف ونبسط الناس اللي بتيجي تتفرج علينا دي. انا النهارده الجمهور كان احساسكم ايه مع الجمهور النهارده؟ طبعا من غير الجمهور ده كان اظن الماتش كان خلص من بدري يعني ليهم، بس يعني هم سندنا جامد ودفعه معنويه قويه قوي يعني. تقول لكل الجمهور اللي بيشاهدني، احب اقول احنا اسفين، كان نفسنا نساعدكم بس الحمد لله يعني، وان شاء الله فاضل ماتش بكره نقدر نساعدكم ونفرحكم ونكسب ماتش بكره. محمد ده كان المهم جدا والخاص مع محمد اسامه نجم نجوم منتخبنا الوطني لكره السله للناشئين. عوده الى استوديو المونديال والزميل محمد سباعي، تفضل. شكرا ليك عمرو مختار، الحقيقه قال كلام مهم محمد اسامه.